بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله المصطفى الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها المشاهدون الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل القرآن. أهل القرآن يحل ضيفا اليوم على قارئ ومقرئ مغربي متميز متألق، أعطى الشيء الكثير للقراءة القرآنية وللقرآن الكريم من حيث نقله إلى الآذان في مشارق الأرض ومغاربها. استمع إليه الناس في المغرب، استمع إليه أناس كثيرون في دول عربية إسلامية وغير عربية وغير إسلامية. نتحدث اليوم عن المقرئ المغربي سي العيول كوشي. أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا. وطبعا احنا مادام هذه حلقة فيها نوع من التكريم، لا نقول تكريم لأننا مش نكرموا شيوخ ديالنا أمثالكم قصدع شي حاجة كثيرة، ولكن الذي نستطيعه أننا أتينا بشيخكم الذي حفظكم القرآن الكريم ليكون حاضرا معكم أيضا في معنا في برنامج أهل القرآن، اللي هو الشيخ كبور مغترف. أهلا ومرحبا بك في برنامج أهل القرآن. ولتكتمل الصورة ولتزداد بهاء وجمالا ونورانية جبنا الوليد ديالك معاذ العيون. أهلا ومرحبا. أهلا. فهذه رسالة أخرى مشاهدين الكرام أنقلها إليكم من المقرئ المغربي سي العيون الكوشي، حيث حافظ على الإرث وعلى الأمانة العظيمة والعظمى هي أمانة القرآن الكريم، ويريد أن يغرسها في قلوب أبنائه وبناته. اليوم معنا سي معاذ، نتمنى له إن شاء الله يصبح هو الآخر مثل أبيه متميزا في قراءة كتاب الله عز وجل بحول الله، لأن الآباء هم اللي كيتمنوا لي لازم يكونوا أحسن منه. إذن أبو سيد الكرام، نعطيكم بشكل موجز ومختصر لأن غادي توسع أكثر بنسبة معينة، طبعا التوسع مع الشيخ ديالنا سي العيول الكوشي، لكن نعطيكم معلومات طفيفة. سي العيول الكوشي من مواليد 1967 بإقليم أسفي، أب لمريم هي الآن في التعليم الجامعي، ومعاذ وهو يحضر معنا، وسي محمد لازال أربع سنوات. سي العيول الكوشي إمام بمسجد الأندلس بحي أنسي بمدينة الدار البيضاء، وخطيب بمسجد الفتح بالمدينة نفسها. ما محتاجينش مشاهدي الكرام باش نذكركم على أن سي العيول الكوشي كانت عنده مشاركات في مسابقات وطنية ودولية، وخاصة المسابقات الوطنية كان فيها مشاركا وأيضا حكما في لجان التحكيم. له تسجيلات للمصحف الشريف، وخصوصا تسجيلان مشهوران والحمد لله كيستمعوا لهم المسلمين في قنوات عديدة. عنده تسجيل في مصر، وعنده تسجيل بقناة محمد السادس للقرآن الكريم، قناة السادسة، راه كيدوز وكيسمعوا له المسلمون. نشوفوا الشيخ ديالك اللي حفظتي عنده القرآن الكريم، اللي هو الشيخ كبور مغترف من مواليد 1947 بإقليم أسفي، عنده تجربة ديال الحفظ في القرآن الكريم فقط 40 سنة، أكثر من 40 سنة مشاهدي الكرام، وهذا الرجل يحفظ القرآن الكريم لأبنائنا وبناتنا أيضا، للإناث وللذكور، من بين تلامذته السي العيول الكوشي وعشرات آخرون حفظوا القرآن الكريم على يديه. فهؤلاء الشيوخ اللي كانوا شيوخ أعطوا الشيء الكثير ولكن لا يتحدث عنهم، لعل الله سبحانه وتعالى يجزي لكم الأجر والثواب الأعظم، وخا ما تبانوش وما تهضروش ولكن يكون الأجر عند الله عز وجل، لأن العطاء اللي أعطيته والأشياء اللي قدمتها للأمة هي أشياء كبيرة وأشياء عظيمة. أما السي معاذ العيون ومش الكوشي، وهنا باش نقول لمشاهدي الكرام لأن كثير ما كيتسائلوا، أنا أيضا كنت معكم أتساءل السي العيون الكوشي واش شكون هي السمية، شكون الاسم العائلي؟ فالاسم العائلي هو العيون،
وسير كوشي هي الاسم الشخصي، وهذه كما قلت لي ان هذا الاسم منتشر هناك بمنطقه اسفي. سي معاذ العيون، قل لي الاسم السن ديالك والمستوى الدراسي ديالك وشحال كتحفظ من القران الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اسم ديالي معاذ العيون، مزداد بسنة 1998 بمدينة أسفي. كنقرا في القسم الثانية إعدادي. تاملة. تاملة. شحال كتحفظ دابا في القرآن الكريم؟ كنحفظ لحد الآن 20 حزب. وغادي في المسيرة؟ إن شاء الله. اللي كتجمع ما بين التعليم العمومي والتعليم وحفظ القرآن الكريم. نعم. شكون اللي تحفظ القرآن الكريم؟ الشيخ ديالي سي مغترف كبور. يعني قربك وتقربك بزاف. الحمد لله، الله يجازيه بخير. والأب ديالك ما كتقراش عنده؟ الأب ديالي كيعطيني بزاف ديال النصائح، وكيجلس معايا وكيشوف معايا القواعد، كيصح لي الاخطاء ديالي وكاع داك المسائل ديال القران. وتبقى الوقت هو مسكين ديما مسافر، الحمد لله ديما مطلوب، وديما ديك البركه اللي كاينه تينفق عليها، تينفق منا عليك. نحن مقصرين من جهتهم، ولكن رب العالمين الحمد لله. الحمد لله. السي العيون كلشي قبل ما تبدا لينا وتحضر لنا شي شويه. اول كلام يكون متصل ومتواصل هو كلام الله عز وجل على لسانك ان شاء الله. وحنا بغينا نستمعوا لك في هذه الحلقه ربما اكثر من قراءه. نبداو بعدك بالاولى وحي الله ما عرفنا ان شاء الله عز وجل، باش نبداو ان شاء الله تقرا لنا. انا امنيتي والملتمس ديالي تقرا لنا بالصيغه المشرقيه والصيغه المغربيه وبالصيغه الكوشيه. هنا الحق يقال، وقد شهد لك متخصص، ماشي انا لست اهلا لهذه القراءات كاملين. لا، خصوصا لان الحمد لله جئت أسست مدرسة في قراءة القرآن الكريم. نعم. الحمد لله، الله يجزيك بخير، كما نسأل الله تعالى أن يجازي جميع الشيوخ الذين يجتهدون في أداء. الله يرزقنا الإخلاص في هذا الشيء كله إن شاء الله. آمين. باش نفتتحوا معك السي كوشي إن شاء الله. بالنسبة للقراءة الشرقية نقرأ إن شاء الله ما تيسر من سورة الأحزاب بإذن الله تعالى. سورة الأحزاب. الأحزاب إن شاء الله نستمع إليها بصوت القارئ العيون الكوشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
ولكن رسول الله ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا سبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا سي الكوشي، بارك الله فيك، جزاك الله جزاك الله كل خير. سي الكوشي المعروف في الاوساط ديال اهل القران لما كيتكلموا على سي الكوشي تيقولوا على انه ما تعلمش المقامات، ولكن الاخرون اللي كيستمعوا لك تيقولوا هذا فنان في المقامات، فهذه مساله تبغي ايضاح وبيان منكم. في حقيقه الامر يعني انا استحي باش نقرا هذه القراءه امام المتخصصين، لكن هذه المساله هذه هي من الله سبحانه وتعالى هكذا. بالنسبه للمقامات ما كنعرفش على الاطلاق اشنو هما المقامات، ما عدا لحد الساعه ما عدا مقام واحد اللي هو اللي بديت به التسجيل وسجلت به هكذا تلقائيا سنه 1985 كان اول شريط سجلته في الاستوديو في الدار البيضاء وبدا كيخرج للسوق، سجلته بهذا المقام وما كنتش عارف شنو هو، حتى من بعد عاد قالوا لي راه هذا مقام الصبا، هو الوحيد الان الا قريت به كنعرف بان راه هذا مقام الصبا. المقامات الاخرى على الاطلاق ما نعرف فيها ولا اي شيء. هذا غير توضيح بين قوسين، لان تبارك الله هنا 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 كتكون واحد الرساله، لان وقال لنا احد القراء في هذا البرنامج برنامج اهل القران، قال على ان القران الكريم المقامات قراءته بالمقامات الصوتيه متيسر لجميع الناس، بما ان المقامات فطريه في الانسان. صح تمام. المقامات الصوتيه هي فطريه في الانسان، الانسان هو بطبيعته كيمشي بداك بالقران الكريم حسب هذا النغمه. هو اللي يمكن اللي نقول والله اعلم وحسب تجربتي والله اعلم، بمجرد ان الانسان يبدا في قراءة القرآن الكريم ويخلص فيها لله رب العالمين يكون على يقين ان راه هذيك الطريقة اللي غيقرا بها راه رب العالمين كيجيب ذاك الفتح من عنده، وراه شيء طبيعي غادا تكون فيه مقامات من حيث لا يدري الانسان انه كيقرا بالمقامات. لكن شريطة الاخلاص. اذا هذا هو العنصر والصدق العنصر الاساسي في قراءته لكتاب الله. وغادي يتعلم المقامات ويقرا بها ويكون يعني انا هذا رايي واللي شفته والله اعلم. اما الناس ديال التخصص دابا راه غادي يسمعوا ويشوفوا ويقولوا هذا ربما رايهم هما الله اعلم، يقولوا لا ليس معقول كذا، ولكن انا كنشوفه هكذا. بمجرد الانسان ما يبدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستحضر العظمه ديال رب العالمين في هذا الكتاب العظيم ويخلص فيه راه يكون على يقين ياتيه الفتح من عند الله. من الله سبحانه وتعالى. سير كل شيء هذه كانت غير بين قوسين، هذه كانت غير افتتحنا بها، والى الاهم اللي عندنا احنا في هذه الحلقه، بالاضافه طبعا الى الاستماع الى القراءات ان شاء الله تكون اكثر من القراءه، الاهم عندنا شويه عاوتاني نشوفوا شويه في ذاكرتكم وخصوصا المسار ديالكم مع الكتاب الكريم. مع القران الكريم بشكل مختزل طبعا. والا اذا اردنا ان نتحدث عنه ونفصل فيه فخصنا ساعات. نعم سي الكوشي. بداية الأمر كانت الانطلاقة وأنا في العمر ديالي 5 سنوات دخلت. نعم. خليني الانطلاقة الأولى. نعم. ديالك اللي كانت في 5 سنوات أو 4 سنوات. نعم. يحدثني عليها الشيخ ديالك. نعم. أعطيني غير المسار اللي فين بدا التألق والتمييز، هذيك الفترة يتكلمني عليها. نعم. الشيخ ديالك سي كبار. نعم. إن شاء الله. طيب. هو انطلاقا من سنة 1979 كانت أول مشاركة لي في المباراة الوطنية هنا في الرباط، كانت كتنظمها وزارة الأوقاف. بداية الانطلاقة ديالي في المسابقات الوطنية كانت في 1979. يعني شحال السن أنا ذاك؟ 67 يعني حوالي 12 سنة. نعم. صغر من ولدي معاد. نعم. ثم بعد ذلك كانت مشاركات دولية، بداية بالكويت، دولة الكويت في 1981، ثم بعدها 87 بالسعودية، ثم بعدها في 1990 بتونس. وكانت كذلك تسجيلات المصحف الشريف، كان التسجيل ديال المسيرة القرآنية 1992، ثم بعد ذلك تسجيل المصحف كامل برواية ورش عن طريق الأزرق
2001 بجمهورية مصر العربية. وهذا المصحف الذي يدعى الآن في قناة المجد للقرآن الكريم وفي قناة القرآن الكريم مكة المكرمة. ثم بعد ذلك تسجيل المصحف الكامل اللي هو المصحف المحمدي المرتل اللي سجلته الأوقاف، وقدموه الأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 2008. إذا ثلاثة مرات سجلتي القرآن الكريم بكامله. نعم المصحف كاملا. نعم ناهيك على المصحف اللي تسجل داخل الاستوديو، يعني كان أربع مصاحف اللي مسجلة. أربع المصاحف. نعم الله. المسيرة غنية والحمد نعم. لله. عطاء التوفيق فيها والقبول والإخلاص إن شاء الله يا رب العالمين. إذا نعم. نرجع لهذه المرحلة وهذه كلمنا لها الشيخ سي كبور، لما جاء عندك سي الكوشي شحال كان في العمر ديالو؟ خمسة سنوات تقريبا. تقريبا خمسة سنوات. خمسة سنوات. ممكن تعطينا الصورة ديال سي الكوشي في ذيك اللحظة هذه كيف كان وكيفاش كانت الذاكرة ديالو؟ واش كان تيحفظ مزيان؟ واش كان مشاغب؟ واش كان تحدثنا على هذه المرحلة هذه؟ سي نبدا من البركة. كان سيدي فين البركة ديال الشغب يعني؟ يمشي بركة لنا، ولكن كانت الوقت شوية مضبوطة، وكانت وقت ما كانش كثرة الملاهي وما كانش، كانت وقت محكومة شوية، ما كانش اللي يشغل لي البال ديال الوالد. من منطقة بالضبط؟ في سيدي عبد الكريم، آسفي دوار سميتو سيدي عبد الكريم. كان دوار، كان في المدينة، مدينة مدينة آسفي. لا المدينة آسفي. كان في المدينة والقرا كلشي كان غير قرب البيت. كتاب كان كتاب كان كيخيط فيه. كان المحل ديالو الصنعة الخياطة. ومن بعد جات الفكرة باش تناسبت معاهم، جات واحد الفكرة. عندكم علاقة بمصهر؟ الصهر. زوج الأخت. الزوج الأخت ديالي. نعم. هذا هو السبب باش بيناتكم مصهرة القرآن ومصهرة الحمد لله ولله الحمد عطات الثمار ديال الحمد لله. الحمد لله هو والآخرين إن شاء الله. شحال تقريبا بقى عندك تقرأ عندك القرآن؟ تقريبا من ديك تقريبا خمسة سنوات، من عنده ديك الساعة خمسة حتى 11 العمر ديالو. 11 سنة كان ختم القرآن؟ ديك الساعة لا، ديك الساعة ماشي ختم، راه حفظ. حفظ يعني شحال من ختم؟ السنة الثالثة ولا الرابعة. 11 سنة ما دخل الشهادة حتى تبارك الله، ما دخل الشهادة في المدرسة حتى حفظ القرآن كله. تحفظ القرآن الكريم عاد لانه احنا زيرنا عليه كنت شوية. كنت لا كنت كان في الابتدائي والقرآن الابتدائي كله، الابتدائي كله وانا كنقرا في الكتاب. نعم سيدي الابتدائي كله بيناتهم. نعم يعني من القسم الاول حتى القسم الخامس اللي كان في هذيك الوقت تحضيري الكاتريام تروازيام دوزيام الشهاده. هذه الاسماء اللي كانت متداوله انذاك في السبعينات. يعني هذيك الفتره ديال الابتدائي كلها انا كنقرا في الحضاره خمس سنوات. اللي وصلت سبع سنوات دخلت السن ديال التمدرس، دخلت المدرسه بقيت ك... نعم وافق بين الدراسه حتى البكالوريا 89. وكنت باقي كذلك؟ لا انا انتهيت حفظ القران، باقي ما بديتش في الاعدادي، انتهيت حفظ القران وانا في العمر ديال 10 سنوات. 10 سنوات. نعم. كنت تبارك الله. نعم. سبحان الله مشاهدي الكرام، راه النبوغ الى تيبان من الاول. سبحان الله اللي تيكون الله عز وجل كتبان عليه العلامات من البدايه. نعم. يعني كاين فعلا انتم الشيخ. نعم. ودازوا عندكم مجموعه ديال الطلبه وديال التلاميذ. نعم. كاين اللي كان راسه قاصح وما كيحفظش من البدايه، كان باين. الحمد لله بخير، والحراسه كاينه الحمد لله، حراسه كاينه، وهو تا هو كان الذكاء الحمد لله بخير. اذا هذا ما كانش تيتيح لك حتى الفرصه باش هو تا ما كانخلوش الفرصه، هو كيقول لك ما خلش الفرصه، كيدير 10 دقائق ما بين المدرسه والجامع المحل اللي كيقرا فيه، ما كيخلش الوقت، ماشي زعما يبقى يلعب ويضيع ولا كذا، يعني ما تيخليش ممارسه القران، كيبغي المعقول ماشي صحيح، لان تيبغي شويه ديال الجد والمثابره. واحد كيلقاها مكتوبه هو كيمشي يقرا في المدرسه، يجي يلقى حتى انا كاتبها لي، وندي من هذا هو المسيره حتى حفظ القران. يعني في 10 سنوات السيكوشي كنت حتى الرسم كان نعم حفظ القران الكريم بالرسم. حفظ ورسم. حفظ ورسم. نعم ما قراش حتى في شي بلاصه الحمد لله، لا في تما. الشيخ ديالك واحد اللي واحد من حفظ القران للمدرسه الان الامامه، ما قريت لا في مدرسه ولا في شي معهد ولا اي شيء. يعني هذا الشيء اللي كاين دابا الله يبارك راه بركة ديال رب العالمين. طب الله جوي في تعلمتيهم؟ نعم قواعد الجويد. قواعد الجويد عند الفقيه. فاش كنت كنقرا كنحفظ القران، كان في هذيك الوقيته كيبان لي كيكون يسلك معايا اللوحه، في نفس الوقت كنقرا بالقواعد.
رغم داك الشيء هذيك الوقيته كان داك الشيء مبسط وكذا، ولكن يعني هكذا يعني كان غير بالسمع. ما كنت كنكتب لا ابيات ديال قواعد ولا اي ولا اي شيء، يعني مساله كان غير بالسمع كما قال الشيخ. انت نعم كملت الحفظ 10 سنوات يعني غير بالسمع، يعني من بعد مباشره بلي حطيت اللوحه يعني ما كانش عندي شي توجه اخر. يعني انت كنت مباشره دراسه 10 سنوات اكتممت الحفظ 12 سنه في 79 كما قلت لنا شاركتي في مسابقه. نعم، وكانت وزاره الاوقاف كتنظم سنويا جوج مسابقات، وحده في رمضان وحده وسط السنه. وكنت الحمد لله بفضل الله تعالى دائما من الاوائل الحمد لله، ودائما في في الاقصائيات اللي كتكون في الاقاليم باش كيرسلوا للفائزين للنهائيات، دائما ما عمر شي سنه كان فيها الرسوب ابدا. الحمد لله الحمد لله شكرا لك. نعم. من الله. وكان دائما فيها الحفظ مع التجويد، ما كانتش غير التجويد بوحده، جميع المسابقات اللي حضرت فيهم فتره ديال 12 سنه ولا 14 سنه كلهم الحفظ مع التجويد. تبارك الله. سي معاذ كتبغي هاد المكانه اللي وصل ليها الاب ديالك، بغيت توصل ليها انت ان شاء الله؟ علاش لا؟ وكتعرف على ان الاب يعني عمل مجهود كبير ومضاعف باش وصل انت والحمد لله يبدو انه يسير على الطريق حتى هو وان تاخر. المساله اللي كاينه للاسف غير 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 الاحتكاك يعني ديال المدرسه، يعني الوقت ديال المدرسه يعني ما عندهمش الوقت اطلاقا باش يمكن ليه انه يلقى الفرصه باش يكون عنده الوقت كافي باش يحفظ اكثر ويستفد اكثر. يعني الان ما عدا السبت والاحد صباحا هو اللي كيفوز به فقط. واذا ان شاء الله نستمعوا لهم داك الشيء اللي محفوظ. انت تقرا لنا شي بركه ياك ان شاء الله. مسوره ان شاء الله. ما تيسر من سوره سبأ. ما تيسر من سوره سبأ، نستمع اليها بصوت معاذ العيون والابن الشيخ العيون الكوشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر
قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيامنا آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا سي معاذ، استمعنا لك في القراءة ونشنفوا المسامع ديال المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات بأخبار أخرى ومواضيع أخرى وصور أخرى عن حياة سي العيون الكوشي من خلال منزله وأماكن أخرى نتابعها من خلال هذه الورقة. وسط مدينة آسف الأصيلة وبواحد من أحيائها العتيقة حي سيدي عبد الكريم نشأ المقرئ المغربي المتميز بصوته الندي وأدائه القرآني الشجي العيون الكوشي المشهور بكرمه وجوده قبل ترتيله وتجويده. لازال هذا الدكان الذي تحول إلى مخدع هاتفي شاهدا على تعتعة الطفل الكوشي في قراءة القرآن الكريم على يد شيخه وزوج أخته كبور مغترف، كما لازال سكان هذا الحي يتذكرون وروده على الكتاب باستمرار. هنا كانت انطلاقة ديال الحمد لله مع كتاب الله تعالى بداية من سنة 1972. هذا هو الكتاب اللي الحمد لله اللي حفظت فيه القرآن، حفظت فيه المبادئ الأولى ديال القواعد التجويد. وانتم دابا الآن كتشوفوا أنه أصبح يعني هاتف عمومي، ولكن الذكريات والذكرى كترجع بنا للسبعينات. وقت ما جيت هنا للآسفي ضروري كنستحضر هاد الذكرى هذه اللي الحمد لله كان الفضل بعد الله سبحانه وتعالى ديال هذا المكان الطيب المبارك. وأريد أن أحكي قصة على ذكر الأمور ديال حفظ القرآن الكريم. في هذه الفترات أنتم كتعرفوا أن حفظ القرآن كيكون فيه العرضة ديال الصوار، والفقيه راك عرفتوا الفقيه ديال الستينات والسبعينات ماشي هو ديال دابا، كاين تساهل وكاين تسامح وكاين كذا. هذيك الوقيته كانت العصا، ولكن هذيك العصا كان ذاك الفقيه كان عنده ذاك الاهتمام وذاك الحراره كيبغي يقري الوليدات، ماشي عصا انه كونه انسان يعني فيه ديك الصلابه ديال باغي كنا حنا ذاك الحر ديال ديك الامور كنا كنديروا شي ديك التحرميات ديال الفقيه ديال المحضره. كنت انا في رمضان بالخصوص من بعد الفطور مباشره الفقيه كيجي كيعرضنا الصور قبل ما يمشي للتراويح. انا اش كنت كندير؟ كنت باقي ما كنصومش، باقي صغير السبعينات بدايه السبعينات كنجي كنسبق باقي الدنيا خاويه. كنعمر ذاك القفل العمس، هذا المحل كان فيه الريدو، كنعمر القفل بالعواد وبالتراب باش يجي الفقيه كيبقى مضار معاه ما كيبغيش يتحلوا سميتو. كدوز نص ساعه ولا ساعه حتى كيأذن العشاء كنلزق معفيين من الحفاظه ديال من العراده ديال الصوار، لان العراده الصوار وما حافظش تدخل عليا داري، لان كندير هذيك السبه مشات واحد الاسابيع. الفقيه من ذاك الحنكه ديالو من الذكاء ديالو وصى واحد السيده بجارتنا هذا البيت هذا راه بجار وصاها باش تعرف شكون اللي كيجي كيدير هذه القضيه هذه. انا راني كنكون واقف معاهم هما كيقلبوا وكيخربقوا في سميتو شكون اللي دار هذا الشيء، وانا كنقول الله اعلم. حتى حضرتني هذيك السيده هي اللي بيعات بيا. سبق لي ان عاشرت سي كوشي منذ نعومه اظافره، عندما كان صبيا كان يدرس في هذا المكان، هو ابن الحي، وانا كنت في مدرسه معلمين التكوين وكان تلميذ بالمدرسه المختلطه بسيدي عبد الكريم. كان مازال صبيا ولكن كانت الاهتمامات ديالو كلها بالكتاب هنا لدراسه القران الكريم. وبعد فترتين من الدراسه ترعرع وكبر هنا في الحي، وهو يعتبر معلمة من معالم القرآن الكريم بمدينة آسفي.
وكعادة الأوفياء لأصولهم، لا زال العيون الكوشي مرتبطا بتراب الإقليم الذي ولد وتربى فيها، فشيد مسكنا عائليا بجماعة البيدوزة الشاطئية البعيدة عن أسفي بحوالي 30 كيلومترا وعن الوالدية بالعدد نفسه، ليقضي فيه عطلته رفقة عائلته وأسرته، متمثلا قول سلمان الفارسي لأبي الدرداء رضي الله عنهما: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، وهو الأمر الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الجوانب الخفية في حياة هذا المقرئ الخلوق حبه للرياضة بشكل عام ولكرة القدم والسباحة بشكل خاص. اللي كنجي لهذه المنطقة، هذه اللي هي المنطقة اللي عندي فيها البيت بجماعة البدوزة، وشيء طبيعي الإنسان كيبغي يريح شوية على النفس ديالو من داك الضغط ديال المدينة وديال التعب. كنجيو هنا كنقضيو الأيام ديالنا، العطلة ديالنا، وكنهبطوا مرة مع الأصدقاء ومع الوليدات، كنروحوا شوية على النفس ديالنا كيف ما كتعرفوا إن لنفسك عليك حقا، وكنلعبوا شوية ديال الكرة، وكنشطوا مع الوليدات، وكنعوموا شوية، وكندوزوا النهار بخير وعلى خير. أنا من الأصدقاء ديال السي الحاج الكوشي وإمام ديالنا، وكنخرجوا مع رحلات بحال هكا، كنلعبوا معاه، كنبسطوا معاه في الأوقات الفراغ ديالو، كنوانسوه كيواسينا إن شاء الله الحمد لله. المهم إمام في المستوى، وكنقدروه حنا ديما معاه في الجانب ديالو في الحفلات ولا في الإمامة ديالو، المهم حنا معاه ديما الحمد لله. حنا كنجيو مرة كنديروا خرجات خارج عن نطاق المسجد، كتكون خرجات ترفيهية اللي كنخرجوا بها شوية من ذاك الجو ديال المسجد وهذا، باش ما نبينوا الناس بأن راه ماشي دائما الحياة هي المسجد المنزل، ولكن كاين مسائل أخرى اللي ما كيعرفوهاش على السلكوشي. مثلا هو أنه دائما كنمشيو كنلعبوا مع كرة، كنخرجوا مع مثلا الطبيعة، كنديروا خرجات مثلا المدن أخرى. السلكوشي الإنسان هو رجل سموح حليم خدوم، رجل ولله الحمد مرح، يعني أنه في الجلسة ديالو دائما مرحة لابق، ثم هو رياضي ولله الحمد. الآن جدي تفرج في الماتش ديالي. هو الآن الحمد لله اللي كيميز هاد المجيء ديالنا دابا هو أنه مجموعين فيها بزاف ديال الناس اللي جاوا من اسمه، ولكن أنا أصلا دائما كنعيش هاد الجو، لأن العطلة ديال كلشي كيدوز هنايا في هاد الكاب هاد المكان الهادئ اللي هو على شط البحر، ورفقة العائلة ديالي وعائلة ديالو كندوزو دائما الوقت في نفس الجو هذا اللي شفناه. وما أن تنتهي العطلة حتى يعود الفقيه الكوشي إلى مهامه الجليلة بمدينة الدار البيضاء، خطيبا للجمعة بمسجد الفتح، وإماما لصلوات الخمس بمسجد الأندلس المتميز بقيميه الدينيين، فخطيبه من القراء المشهورين، ومؤذنه من المجودين البارعين، بالإضافة إلى إمامه موضوع التكريم. أخونا القارئ الفاضل إمام هذا المسجد، مسجد الأندلس، أحد القراء المشهورين في هذه المدينة، وأيضا هو أحد المشهورين على الصعيد الوطني. والحمد لله هذا المسجد، وهو مسجد الأندلس الذي أمارس فيه الخطابة، كان في الحقيقة يعني أحد المساجد التي اشتهرت في هذه المدينة المباركة نتيجة تواجدي أخينا القارئ العيون الكوشي بداخله، فقد أضفى عليه رونقا وجمالا وحلية، وكذلك سكان هذه المدينة والحمد لله في كل سنة من رمضان يأتون إلى هذا المسجد بأفواج ويتمتعون ويستمتعون بتلاوته وبقراءته. بالنسبة للعيون الكوشي فهو القارئ يعني القارئ الكبير، قارئ المغرب الأول، هو لا فخر يعني. عرفناه يعني منذ 2005، يعني دابا تقريبا شي 7 سنوات، يعني المتواضع يعني القارئ المجيد، ونعم الرفيق ونعم الصديق. ولما زر المقرئ الكوشي في منزله بمدينة الدار البيضاء وجدناه أبا حنونا مع أبنائه، سائلا عن أحوالهم الدراسية، متتبعا خطواتهم القرآنية. هادو هما الوليدات ديولي، هذا معاد هو المتوسط، لأن كاينة بنية أخرى اللي هي أكبر منه مريم، وهذا سيدي محمد،
والحمد لله حنا كنحاولوا ما امكن وكنعملوا الجهد ديالنا باش انهم يتعلموا قواعد التجويد باش انهم يكونوا حافظين لكتاب الله عز وجل، وكنعملوا كل ما في وسعنا باش نوصلوهم لذاك الشيء اكثر من ذاك الشيء اللي وصلنا ليه حنا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فنسال الله لهم التوفيق والفلاح. كما وجدناه ولدا بارا بوالدته، المرأة التي قامت بدور حاسم في تميزه بين أقرانه أخلاقا وأدبا وتواضعا وكرما. معي الوالدة ديالي وسبحان الله يعني رب العالمين استجب لها الدعاء ديالها، كانت بغى النصيب ديالها في حفظ القرآن الكريم، وكنطلب رب العالمين الله يمتعني بالرضا ديالها. وكذلك الوالد رحمة الله عليه كان كذلك هو سببا، وكان يحب كان كيبغي انني نكون حافظ القران بلا ما نكون كنقرا في المدرسه، فاسال الله ان يتغمده برحمته وان يشفع فيه القران وان يمتعني برضاهم ان شاء الله رب العالمين. الله يرضيك. وليدي يا وليدي في الكتاب العزيز، وانا مفرشاه مغطياه انا راضيه عليه، وقريته بالله عزيز عليا القرآن بزاف، وقريته والله يرضي عليه حسنة ما فيهش حتى حاجة اللي هي فيه ما كيناش. ونطلب الله يشوف فيه ويشوف الإسلام الجامعين وليداتي وليدات العباد الجامعين. أنا كان غوي الدعاء لوليداتي وليدات العباد الجامعين، وأنا مفرشاهم غطية الكريك تريكتو والوليدات الجامعين، والله يرضي عليه قريته حسنة وكبر لي حسنة وكبر لي زوين ما كيدير لي ما حد ما والو. أنا كنطلب الله سيدي ربي يشوفي ويشوف الوليدات الجامعين، كنطلب لوليداتي والوليدات الجامعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال الناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. عدنا بكم مشاهدين الكرام إلى شيوخ الأفاضل هنا في الاستوديو في البلاطو، ونرجع للسي الكوشي. تجربة ديالك خارج أرض الوطن هي الحمد لله ما زالت متواصلة، بدأت إمتى بدأت؟ أما الآن احنا عارفين أنها ما زالت متواصلة. نعم. يعني سواء في المسابقات، ولكن في الجانب الاخر عاوتاني الجانب ديال انك تمشي كدير كتقرا تما تستدعى للمحافل الدوليه. نعم. المؤتمرات. نعم. نعم. كيف ما قلت في الاول، كانت البدايه في 81 فيما يتعلق بالنسبه للمسابقات الدوليه، ثم بعد ذلك السعوديه، ثم بعد ذلك تونس، لكن انطلاقا من 1999 و2000 كانت أول دعوة توجهت لي من أمريكا، من الولايات المتحدة الأمريكية. رمضان 99-2000 رمضان 99-2000 توجهت لي دعوة من المركز الإسلامي ببروكلين بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية باش نقوم بصلاة التراويح هناك. صليتي التراويح خارج؟ نعم، شهر رمضان بأكمله. نعم. وشي دولة أخرى؟ ثم بعد ذلك 2001 كانت انطلاقة في مسجد الخليل بمدينة بروكسل بلجيكا لمدة 4 سنوات متتالية. 4 سنوات متتالية. نعم. بعد السنوات الأخيرة كتمشي؟ هو مع بداية تواجدي بالمسجد الأندلس كإمام رسمي، يعني ما بقيتش كنخرج على برا، لكن هذا بالنسبة فيما يتعلق برمضان. نعم. كانت آخرها 2005، من 2001 حتى 2005 كنت كندوزها بمسجد الخليل بروكسل بلجيكا، لكن الان من 2005 للان سنويا تقريبا ما يزيد على 5-6 مرات او اكثر كان استدعى لفرنسا المؤتمرات، افتتاح مؤتمرات، يعني هناك يعني تجمع مسلمي فرنسا عندهم تنسيق مع وزاره الاوقاف،
وباستمرار كتوجه لنا الدعوه باش 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 نقوموا بهذه المهام هناك. يعني كتمشي لقراءة القران؟ انا كنمشي كقارئ، لكن كيمشوا ضيوف اخرين اللي هما اساتذه جامعيين او غير 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 جامعيين بالنسبه للمحاضرات. يعني الحمد لله يعني القران في ايطاليا وفرنسا وبلجيكا كذلك، هذه سنويا سنويا اكثر من 4 مرات 5 مرات في السنه. نعم، لأن هي رسالة فعلا. نعم، كل سفر فيه رسالة. صح، والناس تيستمعوا للقرآن الكريم خصوصا لما تيكون مرتل وقواعد منضبطة. نعم، تيحبوا. نعم، هما القرآن محبوب. نعم، بطبعه، ولكن حينما يرتل ويجمل ويحسن فأكيد أن الناس تحبه وتعشقه. لا شك، لا شك، إن شاء الله. وإحنا بغينا أيضا نستمعوا لتلاوة أخرى مرتلة، ولن إذا سمحوا لي الشيوخ أنا غير نقول نسمعوا في الطريقة ديال العيو الكوشي، هذه الطريقة اللي كيقرا بها السيد العيو الكوشي. أنت ما قلتيش شي واحد في القراءة؟ لا، بالنسبة للتقليد على الإطلاق في المسار ديالي بلي كنت كنقرا إلى يومنا هذا، بلي كنت كنقرا في الكتاب في الحضار في السبعينات إلى يومنا هذا، ما عمرني خديت شي شريط وقلت غنتصنت لهذا القارئ باش ناخذ عليه على الإطلاق. يعني اسست اللهم الان الحمد لله راه مع السياره الانسان الان كيتصنت باش ياخذ الحلاوه ديال الكتاب ديال القران. نعم، اذا ان شاء الله تستمعوا ليك في هذه القراءه هذه. ماذا ستتلو علينا؟ ان شاء الله ما تيسر من سوره يونس. ما تيسر سوره يونس. من سوره يونس نستمع اليها بصوت المقرئ المغربي المتميز والمتالق سي العيون الكوشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق
نفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا سي الكوشي بارك الله فيك. نشوف سي لينا قربنا باش النهايه وحنا باقيين الا كان ممكن ان شاء الله تزيدنا شي قراءه اخرى. نشوف غير الشيخ سي كبور الا كانت شي كلمه اخيره تقولها لنا في حق تلميذك اللي تبارك الله اصبح شيخا. سيدي نطلب الله تبارك وتعالى يحفظه ويحفظ وليداته وليدات جميع المسلمين. اللهم وكان باغي يكون ان شاء الله الناس يكون قدوه للناس اللي كلهم باش يقراوا القران ويحفظوه ويتقنوه. بارك الله فيك. يرجع لكم الفضل ان شاء الله اللي صار على هذا ذاك الله يجزيكم عنا خير. بارك الله فيك. اسيادي على الليتي هذا هو الوضوء اللي به كنصليو. هانتوما تبعوا مع هذا الشاب بعد ما خدا سطيله ديال الماء ودارها على يمينه غسل يديه ثلاثه المرات ثم غسل فمه ثلاثة المرات ثم غسل النيفو ثلاثة المرات ثم غسل وجهه ثلاثة المرات وعاود غسل يديه ثلاثة المرات ولكن هذه المرة حتى المرافقو ثم مسح راسو مسح ودنيه مرة واحدة في الاخر غسل رجليه ثلاثة المرات. هذا هو الوضوء سهل ماهل. انساوش راه هو عبادة كيغفر به الله الذنوب ويرفع به الدرجات وغير سطيلة ديال الماء تكفي.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. هانتم المؤمنين، شفتوا خونا المؤمن وهو كيصلي الصلاه ديال العشاء 4 ركعات كما شفتوا، جوج الاولين بالجهر وبالفاتحه والسوره، ومن بعد التحيات، ومن بعد جوج ركعات اخرين غير بالفاتحه وبالسر ثم تحا وسلم. واش كاين ما سهل من هاد الصلاه؟ الله يسهل علينا وعليكم الخوت ويعاوننا باش نصليو صلاتنا في الوقت، والله يتقبل منا ومنكم. سي معاد، عندك شي كلمه بغيت تقولها؟ كنطلب من الله يوفقني في حفظ القران الكريم. تكملوا ان شاء الله، ترى حافظ بارك الله 20 وتكملوا ان شاء الله وتصبح مثل ابيك، وكما قال هو في البدايه قال تكون افضل ان شاء الله عز وجل. ان شاء الله. سي الكوجي تقول لنا كلمه اخيره في هذه الحلقه، وان شاء الله نختموا بقراءه ديالك، تكون القراءه هي الخاتمه ديال هذه الحلقه بحول الله. شنو الكلمه اللي الكلمه الاخيره اللي تقول لنا؟ فالكلام ديالي غادي يكون موجه اصلا لاهل القران بصفه عامه باعتبارك واحد نعم من الشيوخ ديال اهل القران. فاسال الله للجميع ان نكون من اهل القران وخاصته. يا رب. نطلب الله سبحانه وتعالى يرزقنا الاخلاص
كاع القراء وكاع أهل القرآن يستحضروا في القراءة ديالهم في المهام ديالهم مع كتاب الله باش يكون الإخلاص والصدق لكي يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، لأنه ماشي سهل أنك تعطى كتاب الله سبحانه وتعالى ويكون فيه توجهات أخرى أو لا تكون فيه يعني من أجل يعني مسارات أخرى ولا من أجل أهداف ما عدا الإخلاص، هو اللي خصو يكون في هذا الباب. شكرا لكم، شكرا للشيخ سي كبور مغترف سي معاذ العيون وسي العيون الكوشي، ولكن إن شاء الله أنت اللي تختم لنا هذه الحلقة. أنا غير إلا كان ممكن الصيغة المغربية، واش عمري أنا بعدك ما عمري سمعتك كتقرا في الصيغة المغربية. في الحقيقة في الأول ديالي في المسابقات الأولى الوطنية اللي هي أواخر السبعينات وبداية الثمانينات كنت كنقرا بالصيغة المغربية. يعني كنت كترشح للمسابقات في الصيغة المغربية؟ نعم كنت كنترشح لها بالصيغة المغربية. إذا إن شاء الله بدون مقامات. لكن الآن ربما نقدر نكون تلفت عليها ولا أي شيء ربما غير اللي غيسمعوه اللي هما أهل التخصص ديال الصيغة المغربية يعني يقدروا الموقف وبدون تعليق. ستكون خيرا ان شاء الله. خير ستكون خيرا. وبها نختم هذه الحلقه. ان شاء الله. شكرا لكم، بارك الله فيكم. ان شاء الله خير، الله يحفظكم. على صوتك سنختم، بصوتك سنختم هذه الحلقه. ان شاء الله. مشاهدي الكرام، الى هنا تنتهي حلقتنا طبعا بعد قراءتي ان شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. مررتم برياض جنان فارتعوا واقرأوا فارتعوا.